اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي اليوم السابع. احنا هنا قدام مدرسة فريدة حسان التجارية بنات في قلب المنصورة. فريدة حسان دي واحدة من اعلام محافظة الدقهلية. مين هي فريدة حسان اللي تم تسمية المدرسة على اسمها؟ فريدة حسان ولدت سنة 1913 وكانت أول سيدة من الوجه البحري بتتخرج في كلية الحقوق، وأول واحدة مارست مهنة المحاماة بين النساء خارج القاهرة. يعني نقدر نقول إن هي أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في وجه بحري كله. كانت واحدة من خمس فتيات على مستوى مصر كلها اتخرجوا من كلية الحقوق. يعني كان في خمس فتيات فقط تخرجوا من كلية الحقوق، كانت فريدة حسان واحدة منهم. كمان فريدة حسان كانت أول واحدة من الناس اللي انخرطت في العمل السياسي والاجتماعي في محافظة الدقهلية كامرأة وكسيدة. انجازها ما اقتصرش على ان هي اتخرجت بس من كلية الحقوق، ومش بس ان هي اشتغلت في المحاماة، ده هي بتعتبر من الرائدات اللي عملوا في المحاماة واستمروا فيها حتى وفاتها. حتى بعد كده اللي اتخرجوا من كلية الحقوق كانوا بيتركوا المهنة بعد فترة وبيتفرغوا للبيت والزواج وتربية الأبناء. كمان فريدة كانت ناشطة اجتماعية وبتتميز بأن هي كانت ليها أنشطة اجتماعية عظيمة خدمت بيها أهل محافظتها، محافظة الدقهلية. كمان كان ليها حس وطني، وكانت بتبغض الاحتلال الإنجليزي ونظام المحاكم المختلطة، وكانت محامية متميزة بيسعى الجميع بقضاياهم ليها لأنها كانت شاطرة في مهنتها ومميزة فيها. مع قيام ثورة 1952 انخرطت في العمل السياسي بجانب المحاماة، فكانت عضو في الاتحاد القومي والمؤتمر الشعبي للاتحاد الاشتراكي، وكان ليها مناقشات عظيمة تحت قبة البرلمان. فريدة حسان كمان كانت عضو في المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية ومقررة النشاط النسائي للمحافظة. كانت مشهورة، كانت كمان محبة للجميع، وكان سبب المحبة دي مش النشاط السياسي لكن النشاط الاجتماعي، خاصة في عمل المرأة. افتتحت فريدة حسان كمان فصول لمحو الأمية ربات البيوت، وده طبعا إلى جانب إن هي كانت بتساعدهم في إن هم يأسسوا مشروعات لأعمال يدوية بينتجوا فيها بعض المنتجات اليدوية، وخاصة كمان كانت بتراعي فكرة إن هي تكون منتجات محافظة على نظافة البيئة من التلوث. وكانت دايما بتقول ان هي عندها امل كبير في ان المرأة توصل لمناصب وتتقلد. كان سبب شهرة ومحبة فريدة حسان مش العمل السياسي، لا ده العمل الاجتماعي، لانها الحقيقة كانت بتقدم خدمات جليلة، وكمان كانت بتساعد السيدات على ان هم يفتتحوا مشروعات تتناسب مع ظروفهم زي الاعمال اليدوية، وكانت دايما بتعبر عن املها في ان المرأة تصل وتتقلد مناصب رفيعة، وهي نفسها ما قدرتش توصل لها في وقتها، وده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة بنسميه تمثيل المرأة. كمان أسست جمعية تحسين الصحة، ودي واحدة من الجمعيات العريقة في الدقهلية وبتعتبر واحدة من أقدم الجمعيات. كمان ترأست جمعية الشابات المسلمات وبنت مقبرة للفقراء، وده كان في وسط مقابر مدينة المنصورة. كمان فريدة حسان ترأست جمعية الشابات المسلمات وبنت مقبرة للفقراء في وسط مدينة المنصورة مسقط رأسها، لأنها هي بنت المنصورة. لكن فجأة في خضام هذا النجاح
فجعت المنصورة بوفاة فريدة حسان بعد فترة حياة قصيرة عمرا وغزيرة إنتاجا، تخليدا لاسمها ولدورها العظيم تم إطلاق اسمها على شارع القضاء العريق في مدينة المنصورة، اللي هو بنسميه شارع المختلط قديما، هو أصلا اسمه الرسمي هو شارع فريدة حسان، بالإضافة طبعا للمدرسة التجارية اللي احنا قدامها دلوقتي، مدرسة فريدة حسان التجارية للبنات في قلب مدينة المنصورة. Thank you.